أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أبدأ وإياكم من القدس، حيث جاء فيها: هل تشكل معرفة أن 90% من التلاميذ العراقيين لا يفهمون ولا يفقهون ما يقرؤون؟ صدمة لمن يفتخر عراقيا وحتى عربيا بالتعليم العراقي والعقول العراقية. وهل ما يذكره البنك الدولي في آخر تقاريره عن الوضع التعليمي في العراق وموافقته على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الابتكارات من أجل التعلم في 3 من المحافظات العراقية المتعثرة المنكوبة سيساعد فعلا على تعزيز ممارسات التدريس لمعلمي اللغة العربية والرياضيات وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المرحلة الابتدائية في المحافظات المنتقات؟ لا يثير تقرير البنك الدولي الصدمة لأنه لا يكشف شيئا جديدا، فالحقائق المؤلمة التي يشير إليها معروفة لكل من يتابع ازدهار التعليم ومن ثم تدهوره بكافة مراحله، بدءا من سنوات الحصار الجائر في الفترة من 1991 وحتى 2003، وكذلك حتى الانهيار شبه الكلي منذ احتلال البلد. والحقيقة التي لا يشير إليها التقرير هي أن التدهور يشمل جميع المحافظات بضمنها بغداد، التي طالما افتخر عديد المثقفين والعلماء العرب بكونهم من خريجي جامعاتها، مما أدى إلى إضعاف رأس المال البشري وهو أساس تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ليشكل 15% فقط من إجمالي الثروة، وهو أحد أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يخلص التقرير إلى أن النظام التعليمي عاجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب والتي تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات، ويعزو أسباب القصور وتفاقمها إلى ما يسميه فترة الصراع، بالإضافة إلى جائحة كورونا وإغلاق المدارس، وأن مبلغ 10 ملايين دولار الممنوحة على مدى 2 سيساعد على تحسين نواتج تعلم القراءة والرياضيات لتلاميذ ومدرسي مادتي الرياضيات واللغة العربية في محافظات العراق 3 الأشد فقراً، حسب ساروج كومارجا المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي. يثير التقرير بتفاصيله والمبلغ الضئيل نسبيا المخصص له ومدى تطبيقه عديد التساؤلات، إذ يكتفي عند التطرق إلى أسباب التدهور وهي نقطة مهمة جدا لإيجاد الحلول بلمس السطح فقط، تاركا الأسباب الحقيقية المهمة جانبا وهي أسباب طالما تناولها الباحثون وأكاديميون عراقيون قبل صدور هذا التقرير بسنوات عديدة في محاولاتهم الوطنية لإنقاذ التعليم وتطويره. ففي ورقة بحثية نشرت في عام 2009 مثلا بعنوان أولويات التعليم العراقي في المرحلة الراهنة للأكاديمي منذر الأعظم المختص في مجال تطوير القدرات الذهنية والمهارات الأساسية التعليمية، عالج المقترح ذاته في مشروع البنك الدولي مع فارق السنوات المهدورة طبعا وتخصيص مساعدة بإمكان العراق، وهو من دول العالم الغنية، توفيرها بسهولة لو توفرت النية الصادقة لإنقاذ التعليم وإنقاذ 3 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة، حسب تقرير لليونيسيف بالأحرى. يعزو التقرير سبب تزايد تدهور مستوى التلاميذ إلى جائحة كورونا وإغلاق المدارس أثناءها. والحقيقة هي أن الكثير من مباني المدارس إما تدهورت أثناء حقبة الحصار أو استولت عليها القوات الأمريكية في بداية الاحتلال للتمركز داخل كل مدينة وحي ومنع تجمع السكان في تلك المراكز. ولم تعبأ الإدارة الأمريكية لا باتفاقية جنيف التي تمنع قوات الاحتلال من تغيير المعالم المدنية للمناطق التي تحتلها، ولا بقواعد القانون الإنساني، ولا للوعود التي رافقت الحرب من تطوير الحياة المدنية، ثم استلمتها منها الميليشيات والجهات السياسية لكونها أغلبها في وسط المدينة،
وهي مشكلة تناولها منذر الأعظم في دراسته كواحدة من ثلاثة مستويات تتوجب معالجتها في مجال التعليم. المستوى الأول هو خراب المدارس كأبنية وتهميشها كمراكز حضارية في حياة المدن، والمستوى الثاني هو تدهور الإدارة التعليمية في المدارس والمحافظات والامتحانات والسياسات التعليمية للدولة، والمستوى الثالث هو في المحتوى، أي تدهور المستوى المعرفي في التعليم طلاباً ومعلمين، مبيناً أن هناك عملية مستمرة لإفراغ التعليم من أهم محتوياته في تطوير قدرات الطلبة على التفكير ونمو كفاءاتهم ومواهبهم المتعددة في أطر المسؤولية العامة. واستند الباحث إلى آخر الدراسات موثقاً أن من لا يدخل المدارس يتراجع مستواه العقلي سنوياً بنسبة تصل إلى 5% عمن يدخلونها في المعدل، أي أن من المحتمل أن مستوى الذكاء لمن تسرب من المدارس لعشر سنوات هو حوالي 70% من المعدل، وهو ما يمكن اعتباره تخلفاً عقلياً لهم في المعارف العامة إن لم يكن في الأمور الحياتية العملية الروتينية، وهي الصورة المؤسفة ذاتها التي يذكرها البنك الدولي في تقريره. ولكن بعد 13 عاماً من التأخر في اتخاذ خطوات العلاج التي يعرف الجميع من عراقيين وأجانب أنها ليست مستحيلة. بعيداً عن التعليم المفقود في العراق، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة أتلانتيك الأمريكية أن أوكرانيا بحاجة ماسة لدعم مستمر حتى هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منوهاً إلى ضرورة تعزيز دفاع أوروبا حتى التأكد جيداً من عدم إساءة الكرملين لتقدير استعداد الناتو مرة أخرى. وقال كاتب المقال حول المقابلة هذه إن أوكرانيا تقاتل من أجل العالم المتحضر والقيم الأساسية والإنسانية والحرية والأرض والسيادة. وجاءت المقابلة بعد أشهر من فشل الجيش الروسي في السيطرة على أوكرانيا، ولكنه بدأ بتحقيق تقدم تدريجي في الشرق من أوكرانيا، حيث قال بالطبع هذا عاطفي، وعن الناس الذين يقتلون والمذابح، وعن الأطفال والنساء المغتصبات والأطفال الذين يقتلون، وفقاً للصحيفة الأمريكية. ورأى ستولتنبرغ أن التعبير عن الغضب مهم، لأنه كان سبباً لتعبئة الناتو دعمه لأوكرانيا ضد روسيا، وهو النزاع الذي يرى الأمين العام أنه يؤثر على أمن التحالف الدفاعي. وتابع ستولتنبرغ بالقول أنه من المهم النظر بشكل مستمر لتصرفات روسيا البربرية وعدم نسيانها مع استمرار الحرب، مضيفاً في وسط أوروبا لدينا مدن تقصف وهناك ناس وهم جيراننا يقتلون في الشوارع ويذبحون ويغتصبون، ومن المهم جداً التضامن الذي نريده لوقت طويل. ويحيل جوهر كلام ستولتنبرغ إلى أنه على الغرب التمترس في معركة لن تنتهي قريباً، وهي امتحان لا يدور حول القدرات العسكرية ولكن بالعزيمة. كما يعرف ستولتنبرغ بتحقيق الروس تقدماً على الأرض في أوكرانيا، حيث أبدى وضوحاً في رؤيته بأن الحرب لن تنتهي كما عبر البعض عن أمله باستسلام غير مشروط لطرف كما في الحرب العالمية الثانية، بل وعلى طاولة المفاوضات. ويبدو التوتر واضحاً في سياسة الناتو الخارجية من الصين، حيث يحاول التحالف التصارع مع فكرة كونه تحالفاً إقليمياً في وقت يواجه فيه العالم المعولم. قال خبراء اقتصاديون إن موجة فيروس كورونا الأخيرة في الصين وعمليات الإغلاق الواسعة التي فرضت بسببه تسببت في فجوة تمويل للإيرادات الحكومية بقيمة وصلت إلى 6 تريليونات يوان صيني. ونقلت شبكة CNBC أن نقصاً حاداً بنحو 2 تريليون يوان صيني في الإيرادات حصل بسبب قلة تحصيل الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي. ونقلت شبكة عن تينغ لو كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا أن بكين بحاجة ماسة إلى الكثير من إجراءات التحفيز، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو إقراضاً متزايداً من قبل البنوك لسد هذه الفجوة التمويلية العميقة.
وقال رئيس مجلس الدولة ليه كاتشيانغ خلال اجتماع نادر على مستوى البلاد الأسبوع الماضي إنه في بعض النواحي كانت الصعوبات أكبر مما كانت عليه في عام 2020، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا الأخير انخفضت مبيعات الأراضي وهي مصدر مهم لإيرادات الحكومة المحلية في أعقاب حملة بكين على اعتماد المطورين العقاريين الكبير على الديون. وباستثناء التخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية المحلية نمت بنسبة تصل إلى 5.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي. وقالت الوزارة إن 38 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية شهدت انخفاضاً في الإيرادات المالية خلال تلك الفترة من دون أن تذكر أسماءها. وقال جاك يوان نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مقابلة مع الشبكة في وقت سابق من هذا الشهر، قال إنه نظراً لأن مبيعات الأراضي كانت مصدراً مهماً لإنفاق الحكومة المحلية على البنية التحتية، فإن انخفاض مبيعات الأراضي وزيادة محدودة في السندات ذات الأغراض الخاصة من شأنهما أن يحدا من خيارات التمويل للإنفاق على البنية التحتية. تساءل المحرر التنفيذي لمجلة ناشونال إنترست والزميل في دراسات الشرق الأوسط بمركز ناشونال آدم لامون إن كان الشرق الأوسط سيكون قادراً على تجاوز كارثة بيئية أم لا؟ وأجاب أن الشرق الأوسط يواجه أزمة مناخية حادة، وحسب تقرير أخير لصندوق النقد الدولي فقد ارتفع مستوى درجة الحرارة بالمنطقة منذ عام 1990 بمعدل درجة ونصف درجة مئوية فهرنهايتية، أي ضعف المعدل العالمي. وفوق هذا كله فدول الشرق الأوسط ووسط آسيا عرضة لأحداث حرارة مرتفعة جديدة. وعادة ما تقترن موجات الحرارة العالية بتداعيات اقتصادية واجتماعية على المنطقة، ففي عام 2019 مثلاً رفعت الأمم المتحدة درجة التحذير مما أسمته عصر الفصل العنصري المناخي، وعنت به أن طول أمد الموجات الحرارية سيهدد ما تم تحقيقه من تطور وتنمية وإنجازات في مجال الصحة العالمية وتخفيض مستويات الفقر للملايين في نصف القرن الماضي. وسيترك الواقع الجديد تأثيراته بشكل خاص على الشرق الأوسط الذي يكافح لمواجهة نقص التيار الكهربائي والتباين الاقتصادي والضرر على البشر بسبب موجات الحرارة الطويلة والتي تحدث بشكل كثيف وبدرجات عالية خارج المألوف، وستترك هذه الآلام أثرها على المنطقة. لكن الوضع سيكون أكثر قتامة للدول التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة مثل قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وجيبوتي وموريتانيا. ويقول تقرير صندوق النقد الدولي إن هذه الدول قد تواجه تراجعاً مباشراً في النمو الاقتصادي بنقطتين بالنسبة للفرد الواحد مقابل زيادة في درجات الحرارة بنقطة واحدة. وبالطبع فالمشكلة ليست متعلقة بدرجات الحرارة فقط، ولكن انخفاض معدلات هطول الأمطار التي ستفاقم من تحديات المنطقة. وبالتأكيد فتراجع معدلات هطول الأمطار سيزيد من أزمة المياه في الشرق الأوسط التي تعد من أسوأ الأزمات في العالم نظراً للتصحر وسنوات من سوء إدارة الحكومات لمصادر المياه والزراعة وتربية الحيوانات التي اعتمدت على مياه مدعمة من الحكومات. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للصحفي تشارو سودان ناقش فيه خداع المتطرفين الهندوس واستخدامهم أسطورة القنبلة السكانية التي تدعي أن المسلمين الهنود سيزيد عددهم بسبب معدلات الخصوبة حتى يصبحوا الغالبية العظمى ويقضوا على الهندوسية. وقال أن هذه هي النسخة الهندوسية من نظرية الاستبدال العظيم التي تلجأ إليها جماعات اليمين المتطرف في أوروبا لمحاربة المسلمين في أوروبا وأمريكا والتضييق عليهم. وقال الكاتب إن الكاهنة ياتي نارسينغاناند وجه سابقا تحذيرا
صارخا لمليار هندوسي في الهند أنجبوا المزيد من الأطفال أو كانوا مستعدين للعيش في دولة إسلامية. وأعلن الكاهن الهندوسي المتطرف في اجتماع ديني الشهر الماضي، وكان قد خرج بكفالة بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا العام بتهم خطاب الكراهية، بهذه الطريقة التي تتزايد بها أعدادهم المسلمون، سيكون هناك رئيس وزراء مسلم في عام 2029. بمجرد حدوث ذلك سيضطر 50% من الهندوس للتحول الديني، وسيقتل 40% منهم، إلى أن بيانات ناتجة عن مسح حكومي في شهر أيار مايو كشفت عن كذبه الصارخ، وجاء فيها أن 14% فقط من البلاد يتبعون الإسلام. هذه هي النسخة الهندوسية من نظرية الاستبدال العظيم التي تلجأ إليها جماعات اليمين المتطرف في أوروبا لمحاربة المسلمين في أوروبا وأمريكا والتضييق عليهم. وعليها فدعوة نار سينغاناند تكرر الخط الذي استخدمه العنصريون الهندوس لأجيال، واللعب على وتر الخوف المتعلق باحتمالية وجود أغلبية مسلمة في الهند في دولة 80% من سكانها هندوس. الخوف من التهديد المفترض للأغلبية الهندوسية في الهند قد ازداد خلال السنوات الثمانية الماضية، وهي فترة تتزامن مع حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جناتا في نفس اليوم الذي تحدث فيه نارسينغاناند طلب سادي ريثامبارا زعيم المتطرف في فيشوا هندو باريشاد المنتسبة لحزب بهاراتيا جناتا الحاكم، طلب من الأزواج الهندوس إنجاب 4 أطفال. وفي خبرنا اليوم، كشفت مصر الاثنين عن أكبر خبيئة تماثيل برونزية في جبانة سقارة لمنطقة منف عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة، على ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري. وتقع منطقة سقارة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوب أهرامات الجيزة المشهورة، وتشتهر بهرم زوسر، وهو أول هرم شيد في العصر الفرعوني. ويعتبر هذا الهرم الذي بناه المهندس إمحتب من أقدم الآثار في العالم، ويعود تاريخ بنائه إلى العام 2700 قبل الميلاد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.